يعني مكملين تقريبا بنفس السياق. رح نحكي يا رنا عن الالوان وعن الملابس وعن الستايلات المختلفه. فالالوان والاقمشه والتصميمات كل عناصر بيركز عليها مصممي الازياء لتقديم احلى موضه بتتناسب مع كل الاذواق وبتتماشى مع روح العصر الحالي. صحيح، وباعتبار ورد انه التكنولوجيا يمكن غزت العديد من المجالات، فمن الطبيعي كمان انه تدخل ابواب الموضه كاداه فعاله يستفيدوا منها لتقديم ازياء مختلفه باقل جهد واسرع طريقه. اليوم ضيفتنا مصممه الازياء مايا حقون رح تخبرنا عن ابرز التقنيات اللي دخلت لعالم الازياء. صباح الخير. يا صباح النور. يسعد صباحك مايا، اهلا وسهلا فيكي مره ثانيه. يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمه، التكنولوجيا فاتت بشتى المجالات، الهندسه، الطب، الزراعه، الاقتصاد، وحتى بشكلنا الخارجي بتسريحة شعرنا وأيضا ملابسنا. كيف أثرت التكنولوجيا على الملابس؟ البرامج اللي فاتت على صناعة الأزياء، من صناعة القالب للماكينات اللي بيتخيطوا فيهم الأجهزة، التياب، الأجهزة المتطورة، حتى بالنسبة يعني المراحل الأولى رسم السكتش. هلا أنا من الأشخاص عندي يعني بشتغل فوتوشوب و ثلاث اربع برامج، بس كثير بحب ارسم بايدي، برسم هيك بحس فيها روح اكثر، ما بعرف ليش. تمام. بس بالنسبه للبرامج يعني بدون بصراحه بيختصر وقت كثير. تمام. يعني هي يعني كل شيء تكنولوجيا بيختصر كثير وقت، بدون ما انت مثلا بحط لك صورتك مع الديزاين اللي سويناه، بتنقي اللون، بتنقي الشكل، بنقص، يعني بيختصر وقت لقدام. بعد فكره مبدئيه. تماما. احسن ما كمان انا خيط لك وصمم ونفذ، اخر شيء تقول لي نقص من هون، طول من هون، هيك بيختصر وقت لقدام. يعني هذا كلياته بيستهلك لك جهد، بيستهلك وقت، كلياته عم يختصره بالبرامج. تمام. يعني مثل ما عم نقول، في كثير اشخاص صارت التقنيات الجديده عم يستفيدوا منها لانه هي صارت بتسرع العمليه بشكل عام وبتسرع الشغل. فينا نقول انه الاشياء القديمه اللي كانوا يعتمدوا عليها راحت نهائيا او لا؟ لا، في بعضها لسه موجود. لا، هلا مثل الشخص اللي بيحب الكتب والشخص اللي بيقرا بالموبايل البي دي اف، اثنيناتهم عم يقروا. تمام. بس هذا بحب ريحه الورق، الشكل تبع الكتاب، التجربه كلها. صح. تمام. الموضوع هيك نفس الشيء. هلا بالنسبه لعندي انا مثلا بالمحل بالبوتيك، التصميم القوالب في شخص بيصمم على الكمبيوتر وانا بصمم على الورقي. تمام. مثل ما قلت لك بحس فيه رسم، يعني الرسم غير القالب. القالب هو لك شو هو؟ عباره عن ورق نستخدمه منقصه قبل ما نقص القماش، منصممه. هذا بياخذ وقت كثير، بيقولوا له باترون او شيء. باترون. تمام. الباترون هذا بياخذ وقت كثير كبير وجهد. بيقول هو اللي عم يشتغل على الكمبيوتر، انا كمان عندي خبره فيهم برامج، اللون ادق. بس انا ما بشوفه انه ادق. مثل ما قلت لك بحس في روح، بتطلع على وقت اللي ارسم الخط يعني كثير بنبسط كمان. متعودين خلاص، في روح مثل ما ذكرتي، في نكهه، في احساس بلمسه القلم. حتى المهندسين اليوم في اوتوكاد و3 دي ماكس وهيك، بس المسطره التي وخلص هاي الخطوط الشاقوليه والعموديه والافقيه لها نكهه خاصه. طيب عم نعطي نتائج افضل نوعا ما، يعني مو بس تصميم الديزاين هو اللي تاثر بالتكنولوجيا، كمان نوع القماش والخياطه مثل ما قلتي. يعني خلص اوكي صممنا ان كان فوتوشوب او برامج تكنولوجيه او ان كان بالايد، جينا على التصميم وعلى القص، الالات عم تعطي نتيجه افضل من الايد البشريه؟ هلا مثلا الهوت كيشور هذا ما له علاقه ابدا بالماكينات، كلياته بينشغل بالتقطيب وبالايد. يعني هذا صار، بس مثلا الفستان بياخذ من 40 ل 70 ساعه، يعني عم تحكي ان انت اكثر من شهر شغل مستمر بقطعه واحده. بينما اذا بتخيط هي القطعه خياطه على الماكينه طبعا بدهم يختلفوا، وبيختلف حتى انواع الماكينات. مثلا الماكينات العاديه اكيد هي ما عاد حدا استخدمها، يعني غير شيء بسيط. الماكينات الصناعيه بعدين بيجوك الماكينات الصناعيه المتطوره شوي، ماكينات القطع وهي شغلات الدرزات، فبقى مبلا في توفير كثير بالوقت. تمام. طيب المصممين الجدد اللي هلا هن هيك عم يدخلوا جديد، خلينا نقول على الساحه، عم يحبوا يستخدموا التقنيات الجديده او لا؟ عم يلجأوا اكثر برايك للشيء القديم؟ طبعا هيك وهيك. مثل ما قلت لك هلا الشيء الاساسي ماكينه الخياطه، ما في ماكينه تا
بتعطيها القطعة بتروح بتطلع لك اياها، هذا اجباري بده خبرة، وخبرة سنين مو قليلة يعني. طبعا. بس التقنيات الجديدة مثل ما قلت لك بتطلع القالب، مثلا تطلع القالب على الكمبيوتر مبلا عم يحبوها أكثر. تطلع مزبوطة. طيب هلا نحن في عنا مزايا وفي ما عنا عيوب لاستخدام التكنولوجيا. شئنا أم أبينا دور الأزياء العالمية اليوم عم تستخدم التكنولوجيا بشكل كتير كبير، خاصة يمكن بعد جائحة كورونا صاروا كتير يركزوا تمام. حتى بالعرض على البوديوم إنه يكون في فيرتشوال كتير، في كتير شيء بصري وفي كتير شيء افتراضي خلينا نقول. عم نقدر نوصل حتى عرض الأزياء اليوم بطريقة كتير محترفة حتى لو عم نعتمد على التقنيات الجديدة؟ بالنسبة لسوريا يعني هلأ مبلا والله يشوف نحن شعب مميز، انه اذا شو ما كانت الظروف قادرين نخلق ونعيش. لو شو ما كان القماش مثلا هلا بالنسبه لنا كشغلنا القماش كثير قليل علينا عم نقدر نحرفه. هلا في قريبا يوم الاربعاء بمدينه المعارض في عرض ازياء، روحوا شوفوا كثير يعني عن جد عم يقدروا ينتجوا رغم الصعوبه والحصار. عم بيحاولوا يعني بكل الظروف الصعبه عم بيكون وعم يتماشوا مع التكنولوجيا. تمام. طيب انت مايا انت شخصيا شو بتفضلي؟ يعني قلتي لنا انه بتفضلي لسه ترسمي يمكن بايدك، بتفضلي هذا الشيء، بس هذا الشيء قديش بياخذ جهد ووقت؟ بتفضلي انه يمكن اليوم نحن نقدر ندخل تقنيات حديثه اكثر بقلب الشغل؟ ايه طبعا. انا يعني هلا حتى بالورشات البسيطه او اللي اكثر شوي من ورشات يعني اللي اكبر شوي اغلبهم بيستعملوا الكمبيوتر. يعني تمام. 90% والتعديل عليه بيكون اسهل وقصص ثانيه ممكن تكون ماخوذه بعين الاعتبار، مثلا التصميم عبر التكنولوجيا الجديده خلينا نقول عبر الكمبيوتر ممكن يتنبا لكم شهر لقدام كمان. تمام. يعني اذا السيده ناويه عامله دايت وعم تقول انا بدي صمم اوكي ديزاين بس بدي انحف هالقد، فنحن ممكن ننحفه على الكمبيوتر. هذا كمان بصير بالدماغ كل 3 كيلو قياس. اه كمان. خلص عند مايا حقون في كله حلول. ما ضل غير نشكرك كثير مايا لوجودك معنا إليك. وشكرا لانه عم تحافظوا على الابداع بتصميم الازياء رغم كل الظروف اللي عم نعيشها. شكرا كثير لك. الحمد لله. شكرا كثير لك مايا، شرفتينا.